اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل مولد نبوي والامه الاسلاميه كلها في خير وسلام وامان يا رب. كل سنه ونقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اكيد كلنا بنحلم وبنتمنى ان احنا نكون بنرافق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنه وفي الفردوس الاعلى، وننال شرف ان احنا نشرب من يده الشريفه شربة هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. يمكن كلنا لم نحظى بان احنا نقابله في الدنيا، ويمكن بنحلم او كتير مننا بيسعى ان هو يشوفه ولو حتى في المنام، وبيسعى ايضا ان هو يرافقه في الجنه. علشان نبلغ محبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلشان يكون من رزقنا او يكون ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بشفاعته يوم القيامه، لازم على الاقل نكون مقتديين بسنته، لازم على الاقل نكون بننفذ وصاياه. الحبيب مصطفى من اكثر من 14 قرن كان كل وصاياه، كان كل احاديثه كلها بتحمل رساله واحده. يعني لو كلنا شفنا كده، قعدنا نشوف كل الاحاديث عباره عن ايه، كلها بتدعو للتراحم، للترابط، للتكاتف، للتكافل. كان بيسعى وكان بيرسخ ازاي ان احنا نخلق او نوجد او نصنع مجتمع صحي، ودي ابجديات المجتمع الصحي اللي هو من خلاله بيقدر يكون دولة قوية. علشان فعلا تحس ان انت في دولة قوية ودولة منتجة ودولة وكذا وكذا واقتصادها قوي ودولة تضاهي الدول الكبرى في العالم، لازم يكون عندها مجتمع صحي، ودي أبجديات المجتمع الصحي، وهي دي العناصر الأساسية بتاعته. إزاي يكون في فعلا بيننا وبين بعض تراحم. ويمكن كانت أبلغ وصية دايما كنت أحب أقرأ قوي الحديث ده، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب المصطفى بيقول فيه إيه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتخيل إن هو يوصف كل الناس كأنهم جسد واحد. شوف فعلا لما أي حد فينا بيتعب من حاجة معينة في جسمه، كل جسمه بيعيا. ده دليل أو صيغة مبالغة كبيرة جدا من الحبيب المصطفى إن إحنا كلنا نكون حاجة واحدة. وكمان الحديث اللي هو يعني وصف فيه حاجة، بيقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. ما ينفعش أكون أنا شبعان وليا جار جعان. يا رب ما نكون أبدا من دول، ويا رب فعلا نكون بننفذ وصايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسعى حتى أن احنا نبلغ محبته حتى نرزق بشفاعته يوم القيامة. وياريت ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على الاقتداء به. قولوا أمين. في حلقتنا اللي فاتت عرضنا تقرير عن سواج، واحنا قلنا ان احنا هنحاول في الخطه بتاعتنا اللي بدانا من كام شهر كده، وقلنا في الخطه الجايه للبرنامج ان احنا هنسعى ان احنا نكون لينا وجود دايما في القرى الفقيره قوي في الصعيد، ان احنا نحاول يكون لينا وجود اكتر في الصعيد وفي الاطراف الحدوديه وفي سيناء وفي كل المناطق اللي هي ممكن تكون هي الاكثر فقرا والاكثر احتياجا. رحنا سوهاج وانتوا شفتم في حلقتنا اللي فاتت، وعرضنا ازاي ممكن يكون في تنميه تحقق المرجو منها في القرى اللي احنا قلنا عليها اللي هي تكاد تكون الافقر والاكثر احتياجا خاصه في الصعيد. فرحنا سوهاج وعرضنا في قريه على ما افتكر اسمها، انا نسي اسمها معلش، القريه اللي احنا رحناها، شفنا ازاي الناس هناك ممكن تنقلهم من دايره استحقاق لدايره انتاج، وازاي يقدر المجتمع ده الاسر الصغيره دي انها تكفي نفسها. وايضا شفنا ازاي هناك الاسر نفسها من خلال المشروعات الصغيره دي، المشروعات الصغيره، قريه الفيمه اللي احنا كنا رحناها دي، نجع الفيمه شكرا. نجع الفيمه اللي احنا رحناها، شفنا ازاي الاسر دي ممكن انها تقدر تحقق الاكتفاء الذاتي لنفسها. ويمكن في لفته كانت مهمه جدا لاحظناها واحنا هناك، كل كرو العمل لاحظها، ان الناس هناك طيبين جدا، والناس هناك كرمه جدا رغم الفقر الشديد ورغم الاحتياج الشديد، ولكن كانوا بيوجدوا بكل ما عندهم. احنا بعد ما خلصنا مشروعات الصغيره وشفنا ازاي ممكن بتحقق فعلا تنميه، وازاي احنا بنعرض الصور دي، عايزه برضو افتكر اقول لكم حاجه، احنا بنعرض كل الصور دي علشان كلنا نساهم فيها.
مش مجرد ان احنا بنعرض صور لمجرد ان احنا بنحقق مثلا حاجه بيحققها البرنامج، لا احنا عايزين نحقق مع بعض كلنا تنميه. في هنا ممكن مثلا يد بتبني، تعالوا كلنا نبني معاها او نعمل زيها. عشان كده لما بنعرض اي حاجه، يمكن لما رحنا عملنا شفنا المشروعات دي مع بنك الطعام، بنك الطعام مش بس زي ما قلنا بيقدم الكرتونه الشهريه الزياد للناس اللي هي محتاجه الاطعام وفي نفس الوقت غير قادرين، يعني اذا كان ناس مسنه او ارمله او ما شابه او عندهم امراض مزمنه او عندهم اعاقات معينه ما يقدروش يشتغلوا، فبتاخد الكرتونه اللي هي بتكفيها الشهر. ولكن ايضا لهم دور تنموي اللي احنا رحنا ورصدناه ده، وهم حطوا ايديهم في ايدينا علشان نقدر نشوف ازاي ممكن ننمي. بعد ما رحنا وخلصنا المشروعات دي رحنا قريه فزاره، رحنا هناك مدرسه علشان نشوف مشروع التغذيه المدرسيه. ويمكن انا قلت لكم في حلقتنا اللي فاتت ان المشروع ده عبقري، لان المساله بس مش مساله ان احنا بيروحوا في القرى الفقيره او المناطق الفقيره، لان المدارس فيها بتبقى فقيره والناس اللي فيها فقيره، مش بس ان هم المساله ان هم الولاد بياكلوا، لا، الوجبه دي مدروسه، الوجبه دي سبب في انتظامهم في الدراسه. لان هتسمعوا في تقريرنا اللي هتشوفوه دلوقتي ان الناظر او مدير المدرسه بيقول ان كان في ولاد بيغمى عليهم في الطابور. ليه؟ لان هم ما بياكلوش، وكان في ولاد ما بيجيش، بداوا ينتظموا في الدراسه. العقل السليم في الجسم السليم زي ما تعلمناه واحنا صغيرين، فازاي ان انا اطلع بني ادم صحيح البنيه والبنيان، وازاي احارب حاجه مهمه جدا اللي هو التقزم. التقزم ده بيجي من سوء التغذيه. الاطفال دول اللي هم لو ما اكلوش كويس وتربوا تربيه غذائيه صحيحه بيطلع عندهم مشاكل صحيه وايضا مشاكل عقليه. يعني المساله مش مرتبطه بس بان هم بياكلوا خلاص، لا، احنا شفنا ده ورصدنا وليهم ازاي ايضا ليهم تنميه في القدرات والمهارات. تعالوا نشوف تقرير بتاعنا ونشوف في قرية فزارة مشروع التغذية المدرسية اللي بيقدمه بنك الطعام المصري، وتعالوا بعدها ناخد فاصل ونرجع تاني. دلوقتي في قرية فزارة، مدرسة فزارة هنا دي تبع مركز جهينة محافظة سوهاج، جينا علشان نشوف مشروع التغذية المدرسية. مشروع التغذية المدرسية بيستهدف يعني ليه أكتر من جانب تنموي مهم جدا جدا، نعرف إيه تفاصيله وهنشوفه دلوقتي مع بعضينا. وتعالوا نشوف ده مع الأستاذة شهيرة المهدي مدير إدارة المشروعات التنموية والبرامج. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذة وفاء. شهيرة بقى قولي لي مشروع التغذية المدرسية ده إيه؟ هو برنامج التغذية المدرسية له طبعا أهداف عدة، على رأسها وأهمها طبعا تغذية الطفل، وخاصة في الأماكن اللي هي الضعيفة أو الفقيرة بالأكثر. فإحنا بنهدف البرنامج إن إحنا ننشئ المدارس دي، مدارس بننشئ فيها مطابخ وبنقدم وجبة صحية مطهية سخنة يوميا للأطفال السبع أشهر بتوع الدراسة أو الثمان أشهر. السيدات اللي بتشتغل جوه دول أنتوا بقى جايبينهم يعني أمهات الأولاد، يعني أولياء أمور، وبتوفروا لهم كنوع من مساعدة المرأة المعيلة؟ هو البرنامج له أهداف كتيرة، من ضمنها إن يعني تمكين المرأة أو رفع من مستوى الاقتصاد المرأة أو الأم، وبنختار الطبخات والمشرفات من أولياء الأمور. هل بيبقى في تعاون بينكم وبين وزارة التعليم ووزارة الصحة؟ بالتأكيد، إحنا عاملين بروتوكول حقيقة مع وزارة التربية والتعليم بكل هيئاتها، هيئة الأبنية وإدارة الجمعيات طبعاً متداخلة معانا، وزارة الصحة، وهو المطبخ الحقيقة بننشئه بمعايير خاصة يراعى فيه طبعاً كل السلامة المهنية والسلامة الغذائية. قولنا بقى الدنيا هنا ايه كده؟ هو المطبخ دي تلاجة للحفظ، لازم يبقى فيه دي فريزر، طبعا دي فريزر ده احنا بنجيب اللحمة بتاعتنا. ما شاء الله، دي لحمة بنك طعام؟ دي لحمة بنك الطعام، بتيجي الحقيقة بنعملها خصيصا وبنفرمها من اللحوم البلدي، وبتيجي بعربيات مجمدة توصل لهنا
طبعا بناخد بالنا من عملية النقل والكلام ده ما إلى آخره يعني. من يبقى رعاية دايما أو مراقبة للأغذية والسلامة الصحية؟ ده بالتأكيد. إحنا طبعا هم أساسا الطباخات اللي هم الأمهات في الأساس بياخدوا دورات وبيؤهلوا في الأول للغذاء الصحي، بياخدوا دورات في ازاي المحافظة على الطعام، ازاي الحلل دي، يعني حاجات كبيرة قوي عشان تقضي الأولاد كلها. بالتأكيد طبعا في معايير محطوطة مضبوطة لكل اليوتنسلز أو الأواني والكلام ده يعني. السلام عليكم. ممكن بقى نشوف هنا في ايه كده؟ هتعملي الخضار دلوقتي؟ طب كويس. وده؟ وهنا هتعملي ايه؟ هنعمل الرز هنا. انت هنا عاملة ايه تاني؟ هنا عاملين صوابع كفتة لسه هتخش الفرن. انت اسمك ايه؟ ياسمين. ياسمين انت بتشتغلي هنا؟ وليد امر حد من الاولاد؟ معايا طفل في سنه تانية ابتدائي هنا. انت بقى في المسابقه اللي هي كانوا عاملينها علشان يشوفوا يعني احسن واحده بتعرف تطبخ؟ ايوه. ما شاء الله ريحه الاكل بتاعك حلوه. الله يخليك. انت كنت الاول بتشتغلي ايه يا ياسمين؟ لا ما كنتش بشتغل، كنت ربه منزل يعني. ربك موجود؟ يعني انت حبيتي تشتغلي عشان تساعدي الزوج، ظروفك ايه؟ لا الظروف يعني مش كده يعني، مش قد كده يعني. حبيتي تشتغلي عشان زوجك بيشتغل ايه؟ عامل زجاج مع محل جزاز وكده يعني. وحسيتي بقى ان انت لما اشتغلتي يعني في يعني تحسن في حياتك، في دخل بدا؟ طبعا اكيد تحسن من شغلتك دي. ايه يعني حسيتي ان انت مستفدت كتير خالص؟ استفدت حاجات كتير، الخبره ونظام وكل حاجه يعني. حلو ما شاء الله، لابسه جوانتي ولابسه حاجه على راسك. انا عشان نظافه عشان الاطفال يعني، والميكروبات ما شاء الله يعني. وبيحطوا بقى هنا، بتحطوا بقى بعد ما تخلصوا وروني كده، وروني كده يا شباب. وريني بتحطي بقى ده في الفرن دلوقتي. انت اسمك نبيله. نبيله انت بتشتغلي هنا بقالك قد ايه؟ من ساعه لما فتح المطبخ وانا شغاله. انا من ساعه لما فتح المطبخ وانا شغاله. عندك حد هنا في المدرسة؟ عندي اخواتي واولاد اخواتي. بتشتغلي قبل كده؟ لا اول شغل ليا. انت بقى هنا بتطبخي ايه؟ بطبخ، بعمل كفتة وبعمل رز، بعمل مكرونة، بعمل صلصة، بعمل اي حاجة طبخها. طالما كسبتي فانت بتطبخي حلو. طبعا. يعني ماشية ليهم معايير معينة هم بيقولوا لك عليها انت ماشية عليها؟ طبعا. استفدتي حياتك حاسة انها اتغيرت شوية بعد ما اشتغلتي؟ طبعا استفدت حاجات كتيرة. عايشة مع مين؟ عايشة مع اخواتي في بيت اهلي. بتساعدي نفسك بقى يعني؟ طبعا بساعد نفسي بشغلي. دخلة قبل كده؟ لا ما في شغل طول. اول شغل لي انا. تلبسي برضو، لازم تلبسوا الحاجات دي؟ طبعا لازم عشان النظافة وعشان الصحة طبعا. ما شاء الله. جميل قوي ان الواحد يعني يشتغل ويعمل حاجه للاطفال، وحاجه انت بتعرفي شاطره فيها ان انت تشتغليها. تحسي نفسك، تحسي انك انت عملتي حاجه، لو قدمتي حاجه ساعدتي نفسك، ساعدتي غيري، ساعدتي الاطفال، انك انت قدمتي حاجه كويسه للاطفال. عملتي اشكرك. هنا معانا تاني ناخده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ اسمي رضا. انت بتشتغلي هنا برضو في المطبخ؟ ايوه طبعا. الاولاد في المدرسه؟ ايوه عندي ابن هنا في 5 ابتدائي ان شاء الله. كده بتشتغلي؟ لا الصراحه كنت شاطره في موضوع التغذيه وان انت تعملي اكل يعني، فقلت اخش يعني اشارك في المسابقه دي وتبقى دي شغلانه ليكي. ايوه طبعا. وبعد كده انا بخدم يعني العيال الصغيرين ومن ضمنهم ابني، زي ما بعمل ابني بعمل العيال كذلك. تعملي اكل في بيتك، بتيجي بقى دي المهاره اللي عندك، فبتبتدي ان انت تنميها بان انت تشتغلي. طبعا ايوه اكيد. وبعد كده اهم حاجه النظافه
ونظام، ده شيء جميل خالص. علمتي بعد ما اشتغلتي هنا؟ لا صراحة هو ده شيء يومي يعني في البيت، وبعد كده هنا بالزيادة شوية. انت بعد ما اشتغلتي حياتك اتغيرت؟ في اي تغيير حاسه في حياتك كانت قبل غير دلوقتي؟ طبعا يعني كون انك تخدمي اطفال صغيرين ده شيء جميل خالص. يعني جوزك بيشتغل او جوزك موجود؟ موجود هو بس عامل. يعني قلتي تساعدي برضو وتساعدي بيتك واولادك؟ طبعا وفاك يا رب، وان شاء الله كده بقى المره الجايه نلاقيكم عاملين بتخترعوا انتوا نفسكم اصناف زي الشيفات اللي بنشوفهم في التلفزيون. ان شاء الله. شكرك. على طرف. طب قولي يا استاذه شهيره، هو المطبخ ده منشا في كم محافظه؟ يعني عندكم كم يعني منتشرين في قد ايه؟ احنا لغايه دلوقتي منتشرين في 10 محافظات، وجاري تجهيز 3 محافظات اللي هم جنوب الصعيد، الاقصر وقنا واسوان. احنا شغالين في شمال وجنوب. اختاروا القرى الفقيره قوي وتعملوا فيها المشروع بالظبط كده؟ بيتم اختيار القرى فعلا الفقيره. شايفاهم دول بقى يعني هم بيبقوا جايين عن المسابقه بس ولا انتوا كمان بتضربوهم؟ هو بيتم ترشيحهم، بنطلب ترشيحهم من المدرسه طبقا لمعايير مضبوطه يعني، وبعد كده بناخدهم نعمل لهم بقى تدريبات وتريننج في التداول الامن في الغذاء، بنعمل لهم تريننج في الغذاء الصحي، بنديهم بقى الموديل ازاي بقى هم يطبخوا. وطبعا طبخ الكميات ده محتاج قصه ثانيه، لانه طبعا كميه الضرب عليه بالظبط بتاخد اسبوعين تريننج طبعا على ايد متخصصين هنا في المطبخ بعد تجهيزه، عشان تكون هي معده ومستعده انها تقوم بعمليه الطهي. يعني انا شايفه حتى الحله الكبيره جدا زي ما قلت لك. وهنا هتعملوا ايه يا جماعه؟ طبعا هو بيتم تجهيز الشغل والمطبخ من 6 7 عشان نقدر ناكل الاولاد، خاصه في المدارس اللي بتبقى فترتين. بتستهدفوا تعملوا ده في كم مدرسه بعد كده؟ احنا شغالين حاليا في 25 مدرسة في 10 محافظات، وان شاء الله بإذن الله يعني عندنا امل يعني وطموح ان احنا ننتشر في جميع المحافظات، وان تكون يا رب تكون في كل محافظات مصر وفي كل القرى الفقيرة يا رب. البرنامج الحقيقة يتعمم، لان هو المدرسة اللي احنا بنخشها احنا بقالنا 4 سنين في البرنامج، وهو بفضل الله البرنامج فيه استدامة، ف يعني بنأكل الأولاد على مدار السنة الدراسية كلها طبعا باستثناء الأجازات الصيفية والأجازات الرسمية اللي الوزارة بتحطها. ربنا يوفقكم يا رب وتحققوا حلمكم ويكون ده في كل مصر كلها يا رب. يعني اللي أنا شايفاه يعني بصراحة يعني حاجة مشرفة جدا، مطبخ رائع جدا، نظيف جدا، الناس فعلا سلامة الغذائية والمهنية حاجة رائعة جدا، الناس اللي بتشتغل يعني كل حاجة بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله بيرفكت 100% زي ما يكون زي يعني ما زي ما يقولوا كده الكتاب قال أو طبقا للمعايير فعلا. يا رب يكون ده فعلا في كل مصر. طبعا احنا يعني الموضوع ده يعني بنتك عليه طبعا، لان هو فيه حساسيه عاليه جدا الاطفال والغذاء، فاحنا مهتمين بشكل عالي. وطبعا مع المراقبه، انت قلتي لي في مراقبه ده؟ مراقبه طبعا في من عندنا احنا مراقبه خاصه، وفي عندنا اداره الجوده طبعا بتشتغل معانا في البرنامج، وعندنا وزاره الصحه برضو بتشرف، وعندنا اداره التغذيه في الوزاره، يعني كل دي جهات بتشرف بصفه مستمره. الحمد لله ربنا موفق لغايه دلوقتي. ربنا يوفقكم يا رب. ميرسي. بقول لكم انا عايزه اعمل معاكم، ينفع وريني بس لازم البس جوانتي صح؟ فين الجوانتي بقى والكمامه و... في سنه كام؟ سنه تالت. بتاكلي ايه بقى؟ ناكل رز على فصلي. انا ساعات بطبخ لنا لحمه. ايوه الاكل ده احلى ولا اكل ماما في البيت؟ الاكل ده
لا تحبي اكل المدرسه احلى؟ عشان ايه بقى؟ عيد هو حلو عيد كده. تاكلي بقى كل يوم رز وفاصوليا ولا في حاجات تانية؟ شكل يعني في يوم رز ويوم مكرونه ويوم عسل ويوم ده. يوم اكل مختلف وانت بتحبي الاكل، بتحبي تيجي المدرسه عشان الاكل حلو؟ ايه. شاطره بقى في المدرسه؟ يلا كل يا حبيبتي. بالله انا شايفه خلاص الطبق ده كله. وانت اسمك ايه يا حبيبتي؟ شهد. انت في سنه كام؟ تالت. بتعجبك اكل المدرسه هنا؟ ايوه. بتيجي عشان تاكلي الاكل ده؟ ايوه. اكلي بقى اكل، احلى اكله بتحبيها ايه في الاكل؟ الكفته. الكفته والرز والخضار؟ ايوه. شاطره بقى؟ تروحي تقولي لماما انا اكلت ولا بتاكلي تاني؟ هروح اقول لماما. طب يلا كل يا حبيبتي. لا انا وانت اسمك ايه يا حبيبتي؟ اي. اسمك ايه؟ اي. انا كام يا اي؟ تالت. تحبي اكل المدرسه؟ ايوه. منه كل يوم؟ ايوه. بقى في المدرسه؟ عشان اكل المدرسه ولا انت بتقولي لا اكل في البيت احلى؟ لا اكل المدرسه احلى. احلى اكله بقى بتحبيها ايه؟ كل الاكلات احبها. الاكل هنا حلو كله بتحبيه؟ طب يا حبيبتي يلا كلي بالهنا والشفا خلصي الطبق. معانا دلوقتي اشرف الشاعر المنسق التنميه والمسؤول عن المطبخ هنا. ازيك يا اشرف؟ الحمد لله يا فندم. قول لي يا اشرف، انت يعني بيتم هنا من الصبح لحد ما الاولاد بياكلوا مرحلتين بيتم ايه؟ حضرتكم الطباخات بيجوا الساعه 7 الصبح، بيغيروا لبسهم وبينظفوا الاواني بتاعتهم وبيبتدوا يجهزوا العدد بتاعهم اللي هو 600 في اول تر او الفصل او الـ وتاني فتره بيبقى 600 برضه. بيبتدوا يجهزوا، بيبقى الاخصائي بيبعت تأكلوا العدد قد ايه في اليوم؟ يبقى 600 الفترة الأولى و600 الفترة الثانية. 1200 في اليوم. طالب في اليوم. بتتم على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية بتجهز لها شغلها من الساعة 7 الصبح، بيخلص في حدود الساعة 8 ونص 9 إلا ربع. بيبدأ بنأكل من الساعة 9 لحد 10 ونص قبل الفسحة بالظبط، أو 10 يعني على حسب الوجبة اللي بتتقدم للولد. الفترة الثانية بتبدأ تأكلها من الساعة 12 لحد الساعة 1. بيبقى الاخصائي بيجي للمشرفه الصبح بيديها الاعداد اللي موجوده واتيفر بقى 500 600 بتبتدي اللي هي بتجهز على عدد الطباخات. هم عارفين المقادير اللي هم شغالين بيها ايه. بيبتدي الولد بيجي الساعه 9 بينزل اللي هو ومدرس بتاع الفصل بتاعه، بينزلوا من الفصل في طابور للولاد وطابور للبنات زي ما حضرتك كنت بالظبط كده يا فندم. وبيخشوا بياخدوا طبقه وبيروح ياكلوا. بعد ما بيخلص بيروح عند البوكس المخصص ليه، بيحط المعلقه في حته والطبقه في حته وبيطلع تاني على فصل. هي دي الدوره اللي بياخدها. انت اشرف من الشغلانه دي؟ كفايه اللي احنا بنخدم الاطفال دي يعني. جميل ان يكون الشباب يعني حابب ان هو يعمل حاجه. انت بتقول يعني منسق تنميه يعني حابب ان انت هنا تكون بتشتغل في تنميه في صناعه اطفال صغيرين. الحمد لله انا كنت حابب المجال الخيري، ولما دخلت بنك الطعام اتطورت جدا في عمليه المجال الخيري وازاي ان انا اقدم الخير للناس، وده يرجع طبعا الفضل كله لبنك الطعام المصري. ربنا يكرمك يا رب ويكتر من امثال الشباب الجميل اللي زيك يا اشرف. تشكرك. شكرا. احنا داخلين دلوقتي فصل التوعيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله. تعرف حضرتك؟ ابو القاسم ابو خليل، مسؤول التوعيه في بنك الطعام المصري، اخصائي التوعيه. قولي بقى الكلاس ده بيتم فيه؟ بيتم فيه النهارده احنا عموما بنشرح حقيبتين من حقائب التوعيه، بس احنا عندنا اكتر من حقيبه، بس هنا في المدرسه بنطبق حقيبتين، حقيبه لسنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي، وهي حقيبه النظافه اللي شغاله دلوقتي، النظافه وتنميه البني ادم، ازاي انمي نفسي كانسان. الحقيبه الثانيه بياخدها سنه رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي، وهي الهرم الغذائي، ازاي استفيد من الاكل اللي انا باكله في بنك الطعام تحت في المطعم، ازاي استفيد من الاكل عموما اللي انا باكله، ايه الفرق بين ان انا اكل لحمه واكل واشرب لبن او اكل عيش، بحتاج ايه امتى. فبيتعرف
على كل مكونات الهرم الغذائي بالأثر على الجسد، فبالتالي بيطلعوا أصحاء إن شاء الله. ما شاء الله بقى، يعني في استجابة كويسة من الأطفال؟ استجابة هايلة جدا، هم التلاميذ بيهم محتاجين حد يهتم بيهم وحد يرعاهم، وده اللي بيعمله البنك بالظبط، انه بيهتم بيهم ويرعاهم الأول في الأكل في التغذية، وبعد كده بيهتم ويرعاهم في مكونات التوعية، حقائب التوعية المختلفة، وبعد كده إن شاء الله المكون الصحي. فهم مستجيبين جدا، وهم احنا بنتبع في البنك اسلوب التعليم باللعب، فهم بيبقوا مرحين جدا، وحد بيرسم حد بيقول. حابين بقى الحصه دي بتاعه التوعيه؟ هم حابينها قوي، لان هي بالنسبه لهم بيتعلموا حاجه جديده، حد جاي لهم مخصوص عشان يعلمهم، هم بيبقوا مدركين لده، وفي نفس الوقت هم بيطلعوا مستفيدين، وده باين في الاثر اللي بيتعلق في ساحه الطعام تحت المكتات اللي هم رسمينها او رسومات، او بيبان لما نيجي بعد كده السنه الجايه في الترم الثاني في المتابعه، او السنه الجايه ننزل بمكون جديد من حقائب التوعيه، بيبان بقى الاثر بتاعهم. هم بقى بيقعدوا يقولوا انت فاكرين ان العروسه النظيفه، العروسه اللي مش نظيفه، الهرم الغذائي انا بستفيد من الخضار ان هو بيقوي مناعتي وفي الياف بتنظف الجسم. هم نفسهم بيدونا مردود قوي جدا يشجعنا على اننا نشتغل اكتر. بس انت نفسك بقى مبسوط من الشغلانه دي مع الاطفال؟ جدا جدا مبسوط جدا، يعني حاجه عظيمه ان البني ادم يبقى له سهم كبير في تنميه الطفل، تساعد صناعه انسان. اكيد بنك الطعام المصري بيساعد عموما في صناعه الانسان في كذا مجال، بس مجال التوعيه للتلاميذ في قسم التغذيه المدرسيه ده مجال مهم جدا، لان هو بيبتدي مع الشجره وهي صغيره. لما نعلمه ازاي يفكر هيفضل يفكر على طول، لما نعلمه ان جسمه بيكبر بالتغذيه السليمه هيفضل على طول ماشي في التغذيه السليمه، مش هيعمل انحرافات، او لو عمل انحرافات مش هتبقى كبيره. نمي جسمه وعقله. طب انت دلوقتي قلت لهم حاجه عن الهرم الغذائي، ولا انت قلت لهم يعني اسالهم، ولا انت تقول لهم؟ دي سنه اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، مش بياخدوا مكون الهرم الغذائي، بياخدوا حقيبه النظافه وتنميه الانسان. ممكن حضرتك تساليهم في النظافه، الفرق بين البني ادم النظيف او البني ادم اللي مش نظيف، وازاي انمي نفسي انا كبني ادم، يعني ازاي اكبر نفسي انا. اسالهم دلوقتي ايه الفرق بقى يا اولاد ما بين البني ادم النظيف والبني ادم مش نظيف؟ مين يجاوبني؟ تعالي انت. العروسه النظيفه ما تلعبش في التراب، العروسه مش النظيفه ما تلعب في التراب. النظيفه طبعا احلى واحسن، علشان هي ما بتدخلش امراض لجسمها. ايوه. برافو عليكي ما شاء الله. طيب وبالنسبه للتنميه انت جاوبت؟ طيب قول لي يلا. ونمي عقلي بالعلم، ونمي قلبي بالايمان، ونمي جسمي بالتغذيه الصحيه السليمه. عليك ما شاء الله عليكم، برافو عليكم، انتوا ما شاء الله ولاد جمال وواعيين، وبتحبوا اكل المدرسه؟ علوا صوتكم. وبتستفيدوا هنا من الاستاذ ابو القاسم، بيقول لكم حاجات حلوه بتفهموها عقلكم بيفهمها؟ بتروحوا تقولوها لماما وبابا في البيت؟ بتقولوها لاصحابكم؟ واخواتكم الاصغر منكم؟ وبتروحوا تعملوا ده، تغسلوا ايديكم وتعرفوا ازاي ان انا لما اغسل ايدي دايما دي حاجه حلوه جدا. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. اشكرك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اشكرك جدا. سلام عليكم. الأستاذ الصغير البدري الربيعي مدير المدرسة، نعرف منه تفاصيل مشروع التغذية، إزاي المشروع ده أثر على الأولاد إيجابا طبعا بعد ما بدأ، والمشروع ده بدأ من إمتى، وإزاي الأولاد بعد يعني ما بدأوا في تحسن ملحوظ فيهم في الغياب ولا لأ. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. بقى المشروع بقى له قد إيه؟ المشروع بقى من أول دراسة إن شاء الله، والمشروع دي مشروع مفيد، وبارك الله في كل من القائمين على العمل فيه، وهو دي يعني كويس جدا حلجات انه التلاميذ كانت تغيب من المدرسه، حاليا ما فيش تلميذ بيغيب من المدرسه ما شاء الله. كل الاولاد دلوقتي بيجوا متواجده، كله معظمهم كلهم في التعليم، كلهم في التعليم، وبدا يتحسنوا حتى في الدراسه، بداوا يتحسنوا في الدراسه. حاسس مثلا ان في تفاعل كمان مع اولياء الامور؟ في تفاعل مع الامور، وفي تفاعل مع التلاميذ ومع المدرسين ومع جميع مع القريه كلها، بلا فزاره دي تابع مركز جهينه، مع القريه كلها في تفاعل معها، والناس كلها مبسوطه بالمشروع وانبساط، وبارك الله في القائمين عليهم وجزاهم الله كل الشكر. شكرا جدا يا فندم، تتمنى اكيد المشروع ده يستمر ويتطور في كل المدارس. يا ريت والله ده يعني حاجه كويسه جدا، يا ريت يستمر، يا ريت يتطبق في جميع المدارس، يا ريت. ما
اشكرك جدا، وان شاء الله كده فعلا يا رب نشوفه متعمم في كل المدارس اللي كله في كل كل موجود في كل قرى الفقيره ان شاء الله. ان شاء الله دي حاجه كويسه للناس برضه، في قرى فقيره في كثيره من قريتنا دي، ناس يعني الحاله الاقتصاديه برضه الناس تعبانه، فدي حاجه ديت نعمل التلاميذ ده. العيل كان يجي حتى ده كان يحصل عنده اغماءات الصبح، بطل دلوقتي كان يجي العيل ما فطرش من البيت فتحصل عنده كان يقع في الطابور. حاليا من حيث ما بدا المشروع دي ما فيش اي حاجه حصلت من هذا الكلام. لاحظ ان في تحسن كمان في صحتك كتير، في تحسن كتير في الصحه وحتى في المستوى التعليمي. ممكن اقول لك يعني العيل برضه لما يكون واقف واكل برضه استوعب احسن من الاول. وبقيت الاكل بتقدم لهم اكيد معموله بشكل صحي فمأثره فيه شكل صحي جدا. خلصنا النهارده جولتنا في مدرسة زهرة، وشوفنا اذا كنا بنتكلم عن التنميه فهي دي التنميه، بنتكلم عن تنميه انسان وصنع انسان، هو ده اللي احنا شفناه النهارده. شفنا مشروع التغذيه المدرسيه، وشفنا ازاي ممكن يكون في توعيه وايضا رعايه صحيه، وازاي ممكن تحول حياه الولاد دول لحياه مختلفه تماما بمجرد ان انت فكرت ان انت تنمي الناحيه الجسمانيه والعقليه والروحيه ليهم. تعالوا نشوف بقى راي اولياء الامور في مشروع التغذيه المدرسيه وولادهم اتغير حياتهم ازاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولي امر التلميذ عبد الرحمن محمد علي صالح في الصف الخامس مدرسه فزاره الابتدائيه اداره الجهه التعليميه محافظه صعيد. بيك قول لي ايه رايك ايه في المشروع، وازاي حاسس ان في تحسن او في تغيير في الناحيه الصحيه لابنك او الناحيه الجسمانيه؟ والله هو المشروع فوق الممتاز، ممتاز 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 لعده اسباب. اولا يعني الاكل بتاعهم نظيف، والجماعه اللي قايمين عليه ما شاء الله عليهم كويسين. ثانيا يعني هو يعني حد من حاله التسرب بتاعه التلاميذ المنقطعين، يعني حببهم في المدرسه بقوا ييجوا عشان حكاية الأكل دي، فاندمجوا مع العملية التعليمية بدل ما هو عايش يحب يروح المدرسة، يحب يروح المدرسة يجي من المدرسة يشوف في أكل إيه النهاردة. في تحسن في صحته؟ في تحسن في صحته ما شاء الله، يعني الحاجة كويسة يعني. في تحسن في تحصيل الدراسة؟ في تحسن في تحصيل الدراسة، بقى يتعلم ويقعد، اللي كان منقطع ما بيجيش بقى يجي الحمد لله، يعني كويس كويس الحمد لله. ربي يخليه لك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولي امر لي اثنين في المدرسه، محمد عبد الله وعبد الرحمن عبد الله اللي هو معايا دلوقتي. انه بصراحه المشروع في مكان مناسب جدا، لانه حاله الناس الماديه تعبانه شويه، فايه البنك جاي غير من العيال وسلوكياتهم ويعلمهم برضو موضوع النظافه والتغذيه السليمه وكذا. في معلومات كثيره كانت تغيب عن التلميذ وعن ولي الامر، برضو تعلمناها ايه من الساده اللي قايمين على المشروع. يبقى يحكي لك مثلا النهارده مبسوط كلت كذا، النهارده يعني عنده مثلا لما يحصل بيقعد في الدرس بتاع التوعيه بتحس ان هو حصل من ده؟ كتير خصوصا دروس التوعيه، يعني بيتكلم عن الطعام وفايته والقيمه الغذائيه بتاعته وكده، بيبدا ايه يتعلم ايه يتكلم كتاب عن موضوع اللي حالته بيجيب انيميا، طب انا اكل ايه عشان ما يجيش انيميا، حاجات زي كده. فلو ما كانش في معلومات زي كده خالص ما شاء الله. وكمان شفتهم فوق بيتكلموا عن التنميه وفي موضوع التنميه البشريه وبتاع، بيقول لك انه حتى الدروس نفسها بالمدرس بيحكي معاهم فتره كده 5 دقائق وبتاع عن ايه، عن موضوع الاكل والاهتمام بالاكل والنظافه وكده. متشكرين جدا، بارك الله فيك. متشكرين جدا، بارك الله فيك. الله يبارك فيكم يا رب. متشكره جدا. شفتوا ازاي ان ممكن تساهم في صنع تنمية او تساهم في تغيير حياة بني ادم؟ المسألة بسيطة جدا، مش معقدة ولا مستحيلة، ولكن ممكن تصنع بسمة وتغير حياة ناس مجرد ان انت تساهم، مجرد ان انت تحط ايديك في ايديهم، اكيد الدنيا بتاعتهم هتتغير خالص. تعالوا نشوف احنا رحنا بعد فزارة، رحنا قرية او جزيرة الشلدويلي في سوهاج، شفنا برنامج او مشروع محو الامية، ولكن بيتم تنفيذ المشروع ده او بيقوم بنك الطعام مصري بتنفيذ المشروع ده بشكل مختلف. تعالوا نشوف مشروع محو الامية ونرجع تاني. التنمية
الأهمية عند المشروعات متناهية الصغر اللي شفناها في القرية في مركز أخميم، ولكن أيضا شفنا تنمية الإنسان وصناعة الطفل عشان يكون هم دول شباب الغد، شفناه في مشروع التغذية المدرسية وإزاي يكون في تنمية بشرية لأطفال صغيرين وإزاي يكون في توعية ورعاية صحية. أيضا في تنمية أيضا في مشروع مهم جدا هو مشروع محو الأمية، مشروع محو الأمية اللي ممكن أيضا ينقل بقى السيدات أو رجال أو أي من يعانوا من مشكلة الجهل والفقر أيضا إلى دائرة أيضا مهمة جدا وهي التوعية والتعليم. إحنا دلوقتي في جزيرة شندويل مركز زهاج، هنشوف مشروع المحو الأمية وإزاي ممكن حاول ناس فعلا وغير حياتهم، حاول حياتهم لحياة أفضل، وإزاي فعلا الناس دي اتغيرت حياتها وإزاي الناس أصلا جاية وعندها الوعي إنها تتعلم. تعالوا نشوف مع بعض. دلوقتي الأستاذ سيد أبو ضيف رئيس قسم محو الأمية والتنمية الحياتية، أهلا بك يا سيد. أهلا بك. فصل محو الأمية هنا بقى بيتم فيه إيه؟ احنا في محو الأمية عندنا بنعمل تدريبات الأول للمؤثرين، بنختارهم خاصة المؤهلات العليا، ولو ما كانش اللي عندهم خبرات بنعمل لهم تدريب. الهدف منه احنا الهدف عندنا ان احنا نعلم الدارس القراءة والكتابة، ده جزء أساسي. عندنا كمان حتة مهمة جدا بنشتغل عليها المهارات الحياتية. انا يهمني ان الدارس بعد ما يطلع من الفصل عندي يقدر يتعامل مع الناس بشكل مختلف، يقدر تربي اولادها بشكل مختلف، يتعامل مع زوجها بشكل مختلف. فده كله بنعمله في التدريب مع المؤثرات، وبندربهم على ده ازاي يتكلموا معاهم في المهارات الحياتية، ازاي يدربوهم على ده، وبيتنفذ ده بقى في الفصول. فبيبقى الدارس عندي حتى لو ما اتقنش القراءة والكتابة بيبقى على الاقل خارج عنده قدر من الثقافة، بيغير من اسلوبه او سلوكه في المجتمع اللي هو بيعيش فيه. وفي نماذج كتيرة موجودة عندنا يعني ما شاء الله اتغيرت، يعني خدوا الشهادات، وفي منهم اللي اشتغل، وفي منهم اللي عمل مشروع، يعني نماذج كتير موجودة. هل الإقبال بس من السيدات ولا في سيدات ورجال؟ هي النسبة الأكبر السيدات، لكن تحديدا هنا في المكان كان عندنا أكتر من 5 شباب موجودين معانا، بس هم طبعا عشان خدوا الشهادة وطلعوا سافروا فما بقوش موجودين، لكن النسبة الأكبر للسيدات. يعني في الصعيد ومع ذلك الإقبال للسيدات؟ بنسبة كبيرة جدا، يعني توصل ل 95% السيدات. في بداية الفصول بتاعتنا كان عندنا مشكلة، الإقبال كان ضعيف عشان ما فيش حافز للدارس. ففي بنك الطعام احنا بنوفر طرد غذائي بيقدم للدارس كل شهر بناء على مستوى الدراسي ونسبة حضوره، واللي بيحدد ده المدرس المسؤول عن الفصل، بياخد غياب كل يوم على الدارسين. الهدف طبعا ان انا يعني كل ما تكون الدارس ملتزم معايا كل ما انا هقدر احقق معاه نتيجة كويسة، لو ما حضرش فالنتيجة هتبقى ضعيفة. وده يمكن اللي فارق شغل بنك الطعام او فصول محو الأمية الخاصة ببنك الطعام عن اي فصول محو أمية بس. جميل قوي ان انا شايفه في اقبال، وطبعا زي ما انت قلت كان في حافز ويخلي الناس تيجي اكتر. في ناس فعلا اتغيرت حياتها، بقت مثلا ان هي اتعلمت فده فرق في حياتها، بدات تشتغل بتعليمها ده. تمام. احنا عندنا تجربه، يعني انا بعتبرها تجربه فريده، كانت دارسه معانا في المرحله الاولى، المرحله الثانيه هي طلبت مني ان تشتغل معانا في فصول محو الأمية، فحضرت معانا التدريب وكانت تقريبا الاولى على الدارسات اللي موجودين معايا، يعني افضل كمان من ناس واخدين كليات ومؤهلات عليا، هي تفوقت عليهم، وبالفعل الفصل بتاعها حقق نتيجة ممتازة السنة دي معانا. مروه محمد عبد الحميد، انا حاصله على بكريوس تربية اساسي وبكمل ماجستير وشغاله في فصول محو أمية. في شغل يعني ممكن الناس تشوفه ان هو ملوش قيمه يعني، بس بالعكس هو ليه قيمه اكتر من كده. يعني انا ازاي اعلم واحد يعني دارس فاته التعليم يعني واثر فيه وناس تتغير، يعني بس مش تتغير ان هي خلاص تعرف تقرا وتكتب، لا تتغير في الشخصيه بتاعتها. يعني انا كان عندي مثال بس هو ما جاش النهارده، يعني اللي هو كان الدرس عندي قبل كده كان اول ما حد يدخل كانت على طول تتكسف وما تجاوبش مع اي حد خالص، يعني بسم الله ما شاء الله دلوقتي اي حد يجي تقدر تتكلم معاه وتقدر تتناقش معاه. فانا مبسوطه ان انا ازاي قدرت اثر في الناس دي. هي انت قوي والله، وطبعا لازم يعني يتفاعلوا ويتاثروا معاك. يعني مين هنا اتعلم وشاف يعني حضرتك ممكن تشرفيني؟ انت شايفاكي ماسكه شهاده بتعرف عليكي الاول. احلاهم اديب محمد محمد. شهادة ايه دي؟ دي شهادة محو الأمية. ما شاء الله. انتي خدتي شهادة رسمية ده كمان مختومة و... خدتها من بنك الطعام من هنا هو. بفضل ربنا وفضل الأوبر برضو معايا. تعلمت هنا هو يعني التعليم، كنتش عارفة اكتب اسمي، ما كنتش يعني لما اروح اي حتة
يعني لو في مستشفى كنت أسأل الناس يعني فين عيادة كذا، يقولي قدام هنا هو مش عارف إيه، كنت أدخل المستشفى كلها. فهذا الوقت لما تعلمت وعرفت يعني التعليم أيها أوضة الوقت من في المستشفى يعني دكتور استفدتي ايه كمان من تعليمك ده والشهاده اللي انت خدتيها؟ استفدت برضو دلوقتي يعني دلوقتي اتوظفت يعني دلوقتي برضو يعني جالي الدخل لي والاولادي في الحياه يعني وزي كده هو الحمد لله. ان شاء الله ربنا يفتح عليكي والف مبروك. الله يخليك. ازيك يا حاجه تعرف عليكي؟ ازيك قبل عامله ايه؟ الله صحتك الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. طيبه تعرف عليكي؟ نعم ام فرجا. جينا تعلمنا، أنا كنتش أعرف أكتب اسمي، علمتنا الأبلة صباح الكتابة والقراية ونصلي، علمتنا الصلاة والصوم يعني وكويسين والله ما حد زيك. بتعرفي الأول تصلي صح؟ لا كنتش أعرف أكتب حاجة، كنت أكتب اسمي واسمي أبويا واسمي جدي ونصلي ونعرف ونقرأ مثلا الدواء اللي كان مريح نقروه. لو كناش نعرف تقري اسم الدواء لو أنت عايز تاخدي دواء أو عندك أولادي حاجة؟ عندي ثلاث بنات وعيود معوق والثاني ولدين يعني. متعلمين؟ لا فيهم واحد متعوق في البيت قاعد معوق متجوزي معها ثلاث ولاد وبت. ولادك الباقيين متعلمين؟ البنات لا متجوزين كبار. خليهم برضو بقى يجوا يتعلموا هم كمان؟ يجوا هنا يتعلموا. حاضر يجوا. استفدتي من تعليمي؟ استفدنا الكتابة والقراية ونصلوا يعني كلش نعرفوا حاجة. علمتنا الأبلة صباح والأبلة مروة والأبلة كلهم يعني كويسين محد زيك. ما شاء الله عليك، انت ست زي الفل ويا جميل قوي ان انت عندك الروح ان انت حابة تيجي تتعلمي. تعليم ملوش اي سن، هذا التعليم حلو، تعليم نور، والصلاة حلو والصوم. ربنا يديكم الصحة ويفيكم شر المرض ويسترها معاكم يا رب. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يخليك. شكرا يا حاج. تعرف بقى الشباب الصغير اتعرف عليكي؟ اه يعني أي عندك كام سنه؟ 19. جيتي بقى محو الأمية بقالك قد ايه؟ ليه من السنه اللي فاتت. اتعلمتي ايه؟ اتعلمنا كتير القرايه والكتابه، وكنا نروح المطارح ما نعرفوش نقرا البتاع، دلوقتي كده هنعرف نقرا ان شاء الله. بقالك سنه، حاسه من بعد السنه دي قدرتي يعني قدامك قد ايه؟ وحاسه بعد السنه دي اتغير كتير قوي في حياتك ولا لسه؟ اي اتغير كتير والحمد لله، عرفنا يعني كل حاجه. دي عشان لما تتجوزي ان شاء الله بعد كده بقى تقدري تعلمي ولادك او يبقى عندك فكره بقى تذاكري لهم صح؟ اه ان شاء الله. ما شاء الله عليكي. وانت اسمك ايه؟ ايمان. ايمان. ايمان عندك كام سنه؟ عندي 16. 16 سنه. بقى لي قد ايه هنا؟ دي السنه الجديده دي. يعني دي اول سنه ليكي. اتعلمتي ايه؟ اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت ما اروح مطرح اجري اجيب حاجات من بره اجريها، الدواء بدل ما يكون مسموم اجري برضه. اتعلمت حاجات تقري تاريخ الصلاحيه وتقري. اتعلمت حاجات كتير. لازم نحيي الأبلة اللي علمتنا وهي اللي خلتنا نقوم ونتعلم وهي اللي جابتنا من بيتنا وجاتنا تعالى تعلم، لازم نحييها احلى تحيه كبيره. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. مين بقى فيكم كلكم كده يعرف يكتب مصر احلى عشان ان شاء الله مصر هتبقى احلى؟ انا. برافو عليك ما شاء الله. سقفول. مين يعرف يكتب بنك طعام؟ برافو عليك، برافو عليك. سقفول. ما شاء الله عليكم جميعا، ما شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. ممكن تكون رحلتنا لصهيب كانت رحلة شاقة متعبة، السفر طويل جدا، كان تنقلاتنا من قرية لقرية مجهدة متعبة جدا، ولكن صدقوني والله العظيم على قد التعب ده كله بيسويه واكتر كمان في طاقة ايجابية رهيبة
بتدخل جوانا من اللي احنا شفناه. اذا كنا بنتكلم عن تنميه وتحقيق تنميه وازاي توفر حياه كريمه وازاي تنمي بني ادم علشان تشوف مصر احلى، هو ده اللي شفناه في رحلتنا في زهاج. شفنا في القرى ازاي تنميه المشروعات اللي هي بتنمي بني ادم، المشروعات اللي هي متناهيه الصغر، مشروعات صغيره جدا ولكن ساهمت في انها تعف بني ادم عن السؤال. ممكن يكون صحيح معاها طرود الطعام ولكن بتساهم في ان الناس مش تاكل وتشرب بس محتاجه مصاريفها، فبتساهم في ان هي تغير حياتها بان هي ترفع مستواها الى حد ما او الى حد كبير في بعض المشروعات. شفنا مشروع التغذيه المدرسيه اللي هو لوحده محتاج ان انت تتكلم عنه كتير، مشروع التغذيه المدرسيه اللي استهدف ازاي تعالج الولاد وازاي يكونوا ما عندهمش مشكله تقزم، ازاي يقدروا ينموا جسمهم وصحتهم وعقلهم، ازاي يقدر يحصل دراسه، وازاي من خلال المشروع ده المطبخ اللي انشاوه داخل المدارس وطبعا مدارس تانية كتيره بس احنا خدنا نموذج واحد، شفنا المطبخ ده بتشتغل فيه السيدات اللي هي ايضا سيده معيله بتراعي اسره وبتعيل اسره، فده بيساهم ايضا فيها. شفنا كل ده مع بعض، شفنا بعد ما شفنا المشروع التغذيه شفنا محو الأمية. يكاد يكون المشروع محو الأمية للبعض مشروع عادي بيتعمل في حتت كتير، لكن شفنا كلام الدارسين بيتكلموا ازاي وكلام المدرسين ايضا وازاي ان هم هدفهم كلهم تحقيق تنمية. زي ما قلت لكم ببساطة، عايز تشوف مصر احلى لازم تحقق تنمية وتوفر حياة كريمة، من خلال ده بس هتشوف مصر احلى. زي ما انتوا شفتوا اكيد الصورة والكلام اللي احنا شفناه ده كله ابلغ من اي تعليق ممكن اقوله. انك تحقق حلم البني ادم بسيط، مسألة سهلة جدا مش مستحيلة خالص، ان انت تساهم حتى فيه وان انت تصنع بسمة البني ادم. اكيد البسمة دي جوه دايرة هتلف تلف وتجيلك زي ما شفنا مع بعض قد ايه ممكن، بالذات لما تنزل في صعيد مصر وتشوف الحياه هناك صعبه ازاي وممكن تتحول بسهوله لحياه افضل ازاي، ازاي ممكن نحقق تنميه. دي صور بنعرضها لكم علشان تساهموا معانا فيها، وزيها في كتير طبعا، واحنا مش هنسكت بس ان احنا نعرض من خلال برنامجنا بعض الصور اللي هي ممكن تكون في اماكن تانية، لا احنا حابين ان احنا ننزل صعيد مصر علشان هو الاكثر احتياجا وايضا الحدود. وان شاء الله في خطتنا الجايه وهعرضها لكم ان شاء الله في سنتنا الجديده، السنه الجديده كل سنه طيبين، خلاص بعد ايام يا رب تكون سنه سعيده على الجميع. هنشوف ايضا في الخطه الجديده للبرنامج ازاي ممكن نفعل كل المشروعات اللي احنا بنستهدف من خلالها تنمية، وكل كل اللي احنا اطلقناه من اول برنامج حملاتنا كلها نبتدي نفعلها من اول وجديد ونضيف عليها عناصر جديدة اخرى اللي هي من خلالها نشوف تنمية. بس التنمية مش هتتحقق من خلال برنامج مصر احلى فقط، ولكن هتتحقق من خلال كل المساهمين مع برنامج مصر احلى. احنا بنساهم صحيح، معانا مساهم معانا بشكل رئيسي وبشكل فعال بنك الطعام المصري او بنوك الحياه الكريمه، وايضا معانا مؤسسات تانية مختلفه، ولكن محتاجين تكاتفنا جميعا. زي ما قلنا عايزين نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كنا عايزين نقتدي بالحبيب المصطفى لازم نقتدي بسنته، ولازم ان احنا ننفذ وصاياه اللي هي التكاتف والتراحم والتكافل. لازم نكون مجتمع تكافلي، وايضا المجتمع مش شرط انت، هي المساله مش مساله انت خير بتعمله او مثلا الناس تفتكر ان دي مشروعات خير او مشروعات، لا هي مشروعات في الاصل تنميه، ان انت تسد حاجه بني ادم فهو ده اصل التنميه. تنسوش قعدتنا الاعاده بكره ان شاء الله الساعه 1 ظهرا، اترككم في رعايه الله وامنه، تصبحوا على الف خير.